السلام عليكم، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم جيتكم في حلقة جديدة من برنامج قراءة القرآن، الحلقة السادسة، ان شاء الله تعجبكم. اليوم حلقتنا غير، اليوم حلقتنا تحشي عن الدين. يلا نبدأ الحلقة. سبحان الله وتعالى، الله سبحانه وتعالى كتب لنا آيات قيامة الله وسورات قيامة الله ونقرأ، وأجب علينا فرض القرآن، نقرأ القرآن الكريم ونختمه في رمضان الكريم، وعلينا فرض شهر رمضان الكريم، شهر الطاعة، شهر الخير، شهر المحبة، شهر اللمة، شهر رمضان، شهر رمضان المبارك يجمعنا بأهاليتنا، بأهلنا، بأصحابنا، مع الأهل في السفرة، في البيت، في اللمة، مع العالم، مع الـ في البيت، في اللمة، مع الأهل، مع الأحبة، مع الأصحاب، مع الأصدقاء، مع النسهر، مع المحبين، مع الأهل، نطمش على التلفزيونات ورا الفطور. يعني كثير أكو قواعد نسويها في رمضان الكريم. رمضان الكريم الصوم فرض من عمر 1 7 سنين، سواء كان طفل لي ما يصير عمره 100 سنة ويكبر، هذا لازم لازم يصوم فرض الصيام في رمضان الكريم، لازم يصلي ويقرأ قرآن من عمره 7 سنوات، هو الفرض سواء كان بنت أو ولد. من عمره 7 سنوات، عمره 7 سنوات لازم تصلي وتقرأ قرآن وتحمد ربها وتشكره، أو يحمد ربه ويشكره على النعمة اللي أعطانا إياها في هذا الشهر، شهر كامل بس إلو الله. نقرأ ونعبد الدين ونعبد الله، وشهر بس إلو، نكون تحت عينه في صيامنا وفي صلاتنا وفي عبادتنا في 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 كل شيء، الحمد لله. رمضان كريم، رمضان يجمعنا مع الأهل والأحبة والأخوان والأب والأم والقرايب والعمة والخالة والجدة، يعني يجمعنا مع الكل، مع الكل. رمضان كريم الحمد لله، ورمضان يجمعنا. يعني هو ليش الله مسوي رمضان يجمعنا؟ يعني رمضان يجمعنا في صلاة التراويح، في صلاة الخير، في 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 الصوم، في ورا الفطور نتسلى، نتطمش، نسوي، نقرأ قرآن، نختم القرآن في رمضان الكريم. يعني هذول كثير قواعد أكو نسويها في رمضان الكريم. فهاي كانت الحلقة السادسة من برنامج اقرأ القرآن، إن شاء الله تكون عجبتكم، وأشوفكم بالحلقات الجاية. تحياتي لكم، إن شاء الله تكون حبيتوها. شكرا.